عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر فريضة، كم شكور الله لفريضة لازم كنا تاك أو هتتاكي بل يتلقوا هتاكي بس كده كوني كفر. هي آية قرآنية تتلى حتى تقوم الساعة، آية قرآن إتسوم باك تسمم قيامة كتك سورة الإنسان. الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوال أنسيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. على آخر الآية ويبطن بشكور الله سبحانه وتعالى كتبي علي ليو تمكا كوهيتي. والله هتجاج هابس فقوة توفيق من الله سبحانه وتعالى سيو هدى رويته ولا علم يتو ولا أكل زيتو ولا بس زيتو ولا أزور ويتو ولا كبل ويتو. وما توفيقي إلا بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أيها بن آدم كتجانك لتكفاني مفكك ونيونا. خلق الإنسان ضعيفا، بن آدم ضعيف. لم شكور الله سبحانه وتعالى له سين مجال مين يقزمون إن شاء الله نبيته وشيخ ويته وشيخ عثمان معلم. تنمشكور الله سبحانه وتعالى جل جلاله عم نواله. تنمشكورنا يلي كما نبصيما انتميوت محمد صلى الله عليه وسلم لما يشكر الناس ما يشكر الله. تنمشكوره جزاك الله خير شيخ عثمان معلم كفيك هابك ونهيينيومبا. هيينيومبا ليس يا خلفان دي سالم بن خلفان العدوي نوان بيا أمة بكاملها ونسكية. نيومبا هي ميانيكو ملكية كني حكومة عمانية خلفان بن سالم بن خلفان العدوي. أما ملكية إلهية والله جل جلال عم نواله ملكية ميانيكو فاطمة بتراش بن حمل غيثية وشيخ سالم بن خلفان بن خميس العدوي. هي نيومبا الوالدين نهين نجيب نصيحة ميمي نانيني كوانبا كلا خير تلزوزيبات زمتوكك والله جل جلاله عم نواله ثم الوالدين. شكر الله كما شكرتين الشيخ عثمان معلم كفليوة نمامة ومماكة ومكواكة. لكن الله سبحانه وتعالى كم لتهافة لك لهافة ناكتك هافة لكوانا مطار. لكني قدر هي جلسة هي يوتك وسابيا مبينزي. نموم الله سبحانه وتعالى أتقبلي أعمل زيته أتصامه مكسيته نهيتك كوهيتك وسلامه هداية الناس جميعا. قولوا آمين. إن شاء الله بمشيئة الله بعد دقائق سيب يتفني محاضر دقائق قليلة ثم إن شاء الله بعد دقائق قليلة زيل كل حمامات تاتو زيل بالس زماجي نهابا في كولا نكيل موية help yourself إلى بالي حلوة إن شاء الله ذيك حلوة وماكولات كل واحد يخدم نفسه وهذا كل مكان لمشاكيك لبا إن شاء الله يأخذ مشاكل 100 200 أرتكى 100 200 كومي شريني مرحبا. كيف السيف إن شاء الله تنموش لي مجال كيلوغو شيخ عثمان معلم ثم إن شاء الله تسخين بطون بنية غسيل القلوب. نا لما صلينا صلاة العشاء لكم اتصال صلاة عشاء بعد أسس اتصال يكون وقت مين إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مستعدون؟ جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق.